بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي، قبل ما نبدأ حلقتنا اذكروا الله، صلوا على الحبيب المصطفى علشان تكسبوا ثواب وأنا أكسب معاكم ثواب، ويلا بينا نبدأ الحلقة. في بيت في الصعيد، في قصر كبير، كانت قاعدة ست كبيرة مع ابنها ومرات ابنها. الحزن باين على الست الكبيرة وعلى الابن، بس مرات الابن عادي، عندها كمية لا مبالاة. وهنا اتكلمت الحما الكبيرة واللي اسمها فتحية وقالت: عمر يا ابني، بكرة الصبح قبل ما البيت يتبالي ناس معزية تاني، عايزة أنا وأنت نروح نزور مرات أخوك من ساعة ما وقعت من طولها وهي في المستشفى، والدكاترة مش راضيين يخرجوها وبيدوها محاليل مهدئة. الخبر كان صدمة عليها، ربنا يكون في عونها، هي وابنها عمر الصغير. أخوك قاطع بيا، تخيل هي بقى. وهنا اتكلم عمر العمدة مع والدته وهو حاسس بوجع على أخوه اللي مات، أخوه الأصغر منه ب5 سنين بس كان بيعتبره ابنه، شريكه في كل حاجة، جاسر. وقال لها: حاضر يا ست الكل، بكرة الصبح هنروح المستشفى علشان نطمن عليها وعلشان نشوف لو والدتها محتاجة حاجة، هي والدتها اللي في المستشفى لوحده. حاضر. انا مش عارفة يا عمر، انت وماما مشغلين بالكم ليه بموضوعها؟ هتلاقيها بس بتستهبل علشان الكل يتعاطف معاه، هي لا اول واحدة ولا اخر واحدة جوزها يموت، احنا اللي شلنا الليلة كلها من ساعة ما الجثمان وصل والتغسيل وكل حاجة، وهي زي ما صدقت هربت علشان حتى ما تستقبلش الناس اللي جايين يعزوا في جوزها. على فكرة احنا اللي تعبانين مش هي، علشان تروح تطمنوا عليها. وهنا فتحية وابنها عمر بصوا الاتنين لبعض، وبعدها بصت فتحية لمرات ابنها بقرف وكانت لسه هتتكلم، بس سابها عمر ابنها وهو ببص لمراته باشمئزاز وقرف، وقال لها: مش كل الناس زيك يا حرم المصون، ما عندهمش احساس وبردين في مشاعرهم، علشانك دي انا ما بيفرقش معايا وجودك من عدم، لان واثق لو حصل لي حاجه مش هيفرق معاكي. انت ما بتفهميش في الناس اللي بتحس، علشان انت معدومة الاحساس. يعني جوزها يموت لاول ولا اخر واحده، بس كل واحده بتستقبل خبر جوزها وحبيبها بصدمه لانها بتحبه وعندها احساس، مش زي ناس. الحمد لله ربنا ادانا نعمه الاحساس، مش زيك. قومي قومي اطلعي على اوضتك بدل ما اقلب الليله عليكي واخلي في عزه تاني في البيت، مع اني مش المفروض اروح في واحده مجرفه زيك في داهيه. قامت مشيت وهي متضايقة منه جدا، وأما فضل هو وأمه قاعدين مع بعض. ووالدته قالت: والله يا عمر ما أنا عارفة إيه اللي جبرك تعيش مع البومة عديمة المشاعر دي، مش عارفة إيه اللي مخليك متحملها. أنا عارفة إنك عمرك ما جيت يمتها بقالك 3 سنين من آخر مشكلة دارت ما بينهم، كنت هتطلقها وعملت لك جناح فوق محدش بيدخله غيري، حتى هي ما بتدخلوش، ايه اللي يخليها على ذمتك؟ طلقها وشوف واحدة بنت حلال تعيش معاك يا ولدي، دي بومة وما عندهاش مشاعر. عارف ان معاك حق في كل كلمة ومش هجادلك فيها، بس هعمل ايه يا ام؟ لولا وصية ابوها كان زماني طردتها اشد طردة من البيت من هنا، وعمري ما رجعتها تاني. اما فوق فمرات الابن واللي اسمها ساندي كانت بتتكلم مع صديقة ليها عبر التليفون واسمها سالي، وسالي بتقول لها: قالوا يا ساندي، اخبارك ايه والدنيا عامله عندك ايه؟ ها ايه اخبار بعد ما سلفك مات؟ ردت عليها ساندي بضيق وغرور وقالت: هكون الاخبار يعني يا سالي. السنيوره روان اول ما سمعت خبر موت جوزها جسر بيه اغمى عليها ونقلوها المستشفى، والدتها راحت معاها، وفضلنا احنا بقى نستقبل الضيوف ونحاول نبعد ابنها وندلعه ونستحمل كل برود الضيوف، والله يكون في عون مراته والاسلوب الفلاحي الهامج ده، انا مش قادره استحمل اكتر من كده. بس كله لولا فلوسه كان زمان اتطلقت من عمر من زمان. ها المهم انا هقعد اسبوع او 10 ايام معرفش اجيلك، لان انت عارفه ان اخرج واجي مشوار ليك القاهره في ظروف زي ده ممكن يقيم عليا الحد. الله يكون في عونك يا بيبي، تمام، مع ان الخروج هيكون وحش جدا من غيرك، بس قوليلي اللي انا سمعته ده بقوله ان مرات جاسر روان دي
هتوري الشيء وشويات، وهتبقى الفلوس في ايديها لعب. الكلام ده صحيح؟ وهنا رد ساندي بكل حيد وقالت: ايوه يا اختي، شفت الحظ الهباب بقى الشحاته اللي كانت عايشه هي وامها طول عمرهم في اوضه قد كده، دلوقتي عندها نص املاك عيله المحمدي. مجاسر بيه كان يمتلك نص الاملاك، شريك مع اخوه ومخلفه ولد، يعني جوزي مش هيطلع له اي حاجه في الميراث. وحماتي الطيبه هتتنازل عن كل الميراث اللي يخصها من ابنها الحفيده، يعني الشحاتة دي هي وابنها دلوقتي يمتلكوا نص الأملاك، أغنى مني، حظوظ ناس، يا ريتني كنت مكانها. وهنا اتكلمت صديقتها سالي بخبز وقالت: طب خلي بالك بقى يا حلوة، لا تحلوي في عين جوزك، وبالذات إنه مبخلفش ويكون عاوز يعوض موضوع حنان الأب والأبوة مع ابن أخوه، وساعتها ممكن ياخدها خالص وكمان يطلقك انتي. انت ناسيه انه بيتعامل معاك ازاي، وانه مش عايزك، وانه قالك 100 مره انه لولا وصيه والدك كان سابك. فخلي بالك بقى لا يتجوزها علشان خاطر يربي ابن اخوه، وتلاقي نفسك طلعت من المولد ده كله من غير حمصايه واحده، فهماني؟ وهنا حست ساندي بالتوتر وبالخوف، لانه لو اتجوزها هتكتشف كل حاجه، والسر اللي هي دفناه مع نفسها هيكتشفوا جوزها ومش بعيد يقتلها. وقالت بغضب: فالله لا فالك يا شيخة، أنا هقفل دلوقتي. إيه أنت بتقولي إيه على وشها الصبح؟ قال يتجوزها إيه؟ ده لو اتجوزها كل حاجة ساعتها هتبان، وساعتها هيقتلني. سلام سلام دلوقتي. قفلت التليفون وهي مخنوقة ومتضايقة وبتفتكر الخدعة اللي عملتها، ولو في الوقت ده جوزها عرف بيها لما يتجوز روان مش بعيد يقتلها. كانت قاعدة وخايفة. وبعد مرور يومين من العزا كان لسه بيستقبل فيهم عمر ووالدته الضيوف، وفي يوم إجا محامي العيلة واللي اسمه رؤوف علشان يعزيهم، وكان عاوزهم في موضوع وطلب إن هو يقعد مع عمر ووالدته. وبعد ما قعدوا وعزاهم وهما قبلوا منه العزا، اتكلم عمر وقال: خير يا أستاذ رؤوف، في حاجة؟ ايه اللي خلاك مصر ان انت تقابلنا كده؟ خير ان شاء الله يا استاذ عمر، انا جاي اقابلكم بخصوص وصية الاستاذ جاسر. الاستاذ جاسر قبل ما يموت ب3 شهور طلب مني ان اعمل له وصية، وكأن قلبه كان حاسس انه هيموت، وطلب ان الوصية دي تتفتح في حضورك انت والست الوالدة وكمان زوجته، لانه عاوز الكلام اللي في الوصية ده يتنفذ. وبصراحة أنا معرفش إيه اللي جوه الوصية لأني هفتحها قدامكم، يعني أنا زيكم، بس كنت عاوز آخد ميعاد علشان نفتح الوصية، لأن دي أمانة وأنا شايلها، وصراحة لازم الأمانة دي أسلمها لأصحابها. رد عمر عليه بكل هدوء وقال له: تمام يا أستاذ رؤوف، إن شاء الله لما الظروف تتحسن هكلمك، هديك شايف الوضع اللي إحنا فيه، وكمان روان مرات جاسر أخويا الله يرحمه في المستشفى لحد دلوقتي لسه ما خرجتش منها. الخبر كان صعب جدا، وموت جاسر كان صعب علينا كلنا، فإن شاء الله أول ما تخرج من المستشفى والظروف تتحسن شوية هكلمك. تمام، وأنا هستنى مكالمتك، عن إذنكم والبقاء لله مرة تانية. استأذن الأستاذ رؤوف وخرج علشان يشوف شغله ويمشي. أما فضلت فتحية هي ولدها عمر، الاتنين بيفكروا يا ترى وصية جاسر فيها ايه. ووقتها اتكلمت فتحية وقالت له: هي ترى وصية اخوك فيها ايه؟ يا ترى كان نفسه ايه اللي يتعمل؟ وصية اخوك هتتنفذ مهما كان التمن، فاهم يا عمر؟ انا ما يهونش عليا ابني نايم في تربته ونفسه في حاجة ما اتحققتش. حاضر يا ست الكل، ما تخافيش، كل حاجة هتتنفذ، ومستحيل انا اقصر في وصية اخويا او في حاجة هو يطلبها. انا هسيبك دلوقتي واروح الشغل. روح يا حبيبي، ربنا يسهل لك طريقك، روح شوف شغلك وارجع قبل ما الناس تبدأ تيجي. انت عارف ان بعد الظهر الناس بيبدأوا يجوا للعزاء. روح يا حبيبي، وانا هكلم منار اطمن على روان منها، لان انت شايف ان عمر متعلق بيا وما اقدرش اسيبه في وجود الحزن اللي في البيت، الطفل لسه صغير.
استأذن من عمر والدته وأخرها وفضلت فتحية مسكت تليفونها ورنت على منار. منار ردت عليها أول ما رنت وقالت لها: ألو، إزيك يا فتحية؟ أخبارك إيه؟ وإنت عاملة إيه؟ ردت عليها فتحية بحزن وقالت لها: هكون عاملة إيه يعني يا منار؟ أدينا أهو بتحمل، ده فراق ابني، حتة من قلبي، إنت عندك روان وأكيد فاهمة المشاعر دي، ربنا يخليها لي، بس أنا بحاول أتمسك علشان خاطر عمر ابني وعمر حفيدي، علشان مش هبين ليهم ضعفي، عمر ابني ببين للكل إنه جامد وإنه هيقدر يعدي الموقف، أنا عارفة إن عمر ببين للكل إنه قادر وإنه يتخطى الموضوع وإنه قوي، بس هو أكتر واحد بيتقلق. جاسر بالنسبة له ما كانش أخوه الصغير، ده كان بمثابة ابنه، كانت المعزة كلها ليه. ما أعرفش أعمل إيه، أنا بحاول أتماسك علشان ما تنهارش العيلة كلها. قوليلي روان عاملة إيه؟ أخبارها إيه؟ وحالتها الصحية عاملة إيه؟ معرفتش أجيلها النهاردة نهائي، لأن إنت عارفة عمر ماسك فيا وأنا مش عايزاه يجي يشوف والدته بالمنظر ده، حقك عليا. ردت منار وهي بتقول لفتحية بكل حزن وألم: فجاسر كان إنسان طيب جدا والكل بحبه. قالت لها: ربنا يكون في عونك يا حبيبتي، عارفة إنه فراقه صعب علينا كلنا، ده كان أحن إنسان في الدنيا. أهي الحمد لله بتفوق تعيط، الدكتور يديها مهدئ، بدعي إن ربنا يقومها بالسلامة علشان خاطر ابنها، أحسن حاجة إنك مش جيتي، كده كده هي ما بتقومش من نومتها نهائي، وأنا جبت معاها عمر هيتأثر، عمر لحد دلوقتي حاسس بغياب أبوه مع إنه بقاله يومين، امبارح وإنت موجودة كان كل شوية يسأل عليه ويسأل ماما هتقوم إمتى، ومش ناقصين الواد يتأثر، خلي بالك منه، وهي لما تفوق هكلمك. تمام يا حبيبتي، وأنا إن شاء الله لما الظروف تهدى كده يوم ولا حاجة، وكمان هي البيت يهدى من مجيء الضيوف هيستأذن وهاجيلها. وهسيب عمر مع أي حد من الدادة بتاعته عن إذني. أما عند بطلتنا روان، فكانت خرجت في المستشفى مع أمها منار وحماتها كمان فتحية، استقبلتهم في البيت، كانت خارجة وهي حزينة جدا وبتتألم. وأول ما دخلت أوضتها هي وحبيبها جاسر افتكرت كل اللحظات السوا، الحزن زاد على حزنها، القهر، حست قد إيه هي خسرت أكتر إنسان حبها في الدنيا. كانت بتتألم، حماتها قالت لها: هون على نفسك يا روان، ابنك محتاجك يا بنتي، الأعمار بإيد الله، ومحدش فينا دايم، كلنا هنروح، هنروح وبلا رجعة، ما تعمليش في نفسك حاجة ولا تضايقي نفسك، انت لا بإيدك حاجة ولا غيرك بإيده حاجة، ولو حد بإيده حاجة كان يتمنى يفضل اللي بيحبهم حواليه، اوعي تضايقي نفسك، ده قدر ونصيب ولازم نرضى بيه. انا عن نفسي ايه يا امي، انا راضية وحمدة بكل حاجة، بس ده حبيبي، حبيبي وجوزي وحياتي كلها، راح يا امي، راح السند وراح كل حاجة، انا والله حمد ربنا، بس مش قادرة اتخيل انه دلوقتي مش هيدخل عليا الاوضة، مش هيجي يتكلم معايا، مش هيجي يناقشني في اي حاجة في الشغل، مش هيجي يحاول يتدلع ويتبايح معايا، مش قادرة اصدق ان خلاص كل حاجة راح. كانت بتتكلم بصعوبة وبكا وبصوت عالي، مش قادرة تتخيل إن جوزها خلاص راح. حماتها وأمها بصولها بوجع، إيه الحما، كانت ماسكة نفسها بالعافية علشان ما تبكيش وتصرخ وتقول اللي راح ده ابني، بس علشان خاطر مرات ابنها ما تنهارش جنبها، وعلشان خاطر الطفل اللي خلاص خسر والده ولازم يعوضوه عن الحنان اللي راح منه بدري بدري. فاتكلمت وقالت: وحيد الله يا رواه، وحيد الله يا بنتي، خليكي يا ميار معاها لحد ما بعت لكم الخدم بصينية الأكل، وأنا هنزل أشوف البيت لحد يجي، لحد النهاردة لسه ناس بتيجي علشان تعزي، عن إذنكم. خرجت الأم وهي حزينة على مرات ابنها، ما حاوليش تبين حزنها قدامها علشان مش تضعفها ولا تنهار قدامها وتبين لها دي هي كمان ضعيفة، خرجت بسرعة قبل ما تنهار. في الوقت ده رجع عمر من بره، لقى أمه قاعدة، سألها باستغراب وقالها: في ايه يا ست الكل؟ في ايه يا أم؟ قاعدة لوحدك كده ليه؟ مش قاعدة مع روان والدتها ليه؟ على الأقل تحاولي تهديها شوية، انت شايفة هي خارجة من المستشفى ازاي؟ ده لو قلت أنا حاجة هلاقيكي لسه عندها فوق،
ازاي تسيبيها يا امي؟ مش قادرة اقعد فوق يا عمر اكتر من كده، روان منهار عمالة تفتح عليا كل حاجة. انا لحد دلوقتي مش مصدقة ان جاسر ابني راح، انا بحاول اتماسك علشانك وعلشان خاطر ابنها وعلشان خاطر البيت، بس انا امه واللي راح ده ابني، لما اشوفها منهارة كده ههديها ازاي؟ انا عايزة حد اللي يهديني، انا خرجت بدل منهار انا كمان جنبها، ووقتها لا هي هتقدر تسيطر على نفسها ولا انا كمان. ربنا يصبرنا كلنا يا امي، انا عارف ان خسارة اخويا ما كانتش سهلة لا عليكي ولا عليا ولا على اي حد، بس لازم زي ما قلت نحاول نتماسك علشان خاطر روان وابنها، هما اكتر الناس دلوقتي اللي لازم نتماسك علشانهم، ولازم نظهر لهم ان احنا اقوياء ونحاول ان احنا نطمنهم. المهم حاولي تكلمي روان وتقولي لها ان المحامي عاوز يجي يفتح الوصية، لانه بيقول ان جاسر الله يرحمه قاله لما يموت يستعجله في فتح الوصية. حاضر يا ابني، ان شاء الله هقول لها. وفعلا عدى حوالي اسبوع وبدت الامور تهدى في الاصل. وفي اليوم ده كلم عمر الاستاذ رؤوف المحامي علشان يجي. كان قاعد عمر وزوجته اللي عايزه تعرف ايه اللي في الوصيه وامه وكمان روان، وبدا المحامي يفتح ورق كتير ومسك الوصيه وفتحها قدامهم، كان عليها ختم خاص بعمر، وبدا يقرا ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، وبعد، أقر أنا جاسر أحمد محمد الهواري، وأنا في كامل قوتي العقلية وبحق الحرية أن هذه وصيتي ويجب تنفيذها. إذا كنتم تسمعوا لهذه الوصية لكل أحبابي، فأنا ذهبت من دنيا الباطل لدنيا الحق، سأكون ذهبت للرحمن الذي خلق الروح وبعثها. وإذا بهذه الوصية فيجب التنفيذ لها. الوصية ذلك فهي رغباتي وكمان يجب تنفيذها. أول شرط في الوصية، فكل أملاكي ستكون لابن عمر، وسيكون المسؤول عنها أخي وزوجته المصون روان المنشاوي. وبعدها سيتزوج أخي من زوجتي بعد شهور العدة من الانتهاء، حتى يكونون هم حق لهم الاختيار في الوصية على ابني مشتركة. وإذا رفضت زوجتي روان المنشاوي فليس لها الحق بالميراث فيا أو الحق في إن هي تكون الوصية على ولدي بأي شرط، ولازم لا تكون لها ورث فيا، وكمان لها حق الوصية على ابني، لازم أن تتزوج من أخي الكبير عمر. عمر أخي الكبير والحبيب، زوجتي وولدي أمانة في رقبتك، وأتمنى أن تنفذوا وصيتي بكامل حروفها. وهنا الكل كان بيسمع الوصية بذهول. أول واحدة وقفت من الذهول ده ووفقت منه هي طبعا كانت ساندي، اللي كلمت بغضب وقالت: هو جاسر اتجنن ولا ايه؟ ايه اتجنن؟ عاوز يجوز جوزي ارملته ليه؟ هو خلاص عقله كان في ايه ساعتها؟ انا لا يمكن اوافق على الوصيه دي، جوزي مش هيتجوز غيري. انا مش موافقه يا استاذ رؤوف ان انفذ الوصيه دي، انا مش موافقه ان اتجوز عمر نهائي. هنا وافق الصند بغضب، وهي متعصبه جامد، وقالت بغضب: وحد قال لك يا شحاته انت ان الوصيه دي هتتنفذ؟ حته شحاته زيك انت وامك في القريه، الاول لفت على اخو الصغير واتجوزته، وبعد ما ماتت اخذت كل ورثه، ودلوقتي عايزه تاخد جوزي. واحده شحاته زيك ما تحلمش كانت تقعد في القصر ده هي وامها، دلوقتي عايشين فيه وعايزين تاخدوا بقيته، مستحيل. وهنا وقف عمر بكل غضب، هو مسك صند لطشها بالكف قدام كل الموجودين، وهو بيقول لها بغضب: قسما بالله لو ما طلعت على اوضتك دلوقتي اهو، ما اكون مقعدك دقيقه واحده على ذمتي، اطلعي فزي على اوضتك واياك اسمع صوتك. وفي الوقت ده طلعت ساندي بخوف وقلق من عمر، خايفه لا يوافق يتجوز روان. اما روان بعد ما حست بالحزن الشديد بسبب اهانه ساندي ليها، حست ببعض الارتياح بسبب رده فعل عمر واللي عمله. وبعد ما طلعت ساندي وضيطه وهي متغاظه، قعد عمر مكانه بكل هدوء وكلم المحامي وقال له:
بعد إذنك يا أستاذ رؤوف، ممكن تفهمني معنى كلام اللي في الوصية دي؟ قصده إيه جاسر بالكلام اللي اتقال دي؟ لأن لحد دلوقتي بصراحة مش مستوعبه ولا فاهم منه حاجة، فممكن أنت تفهمهولي؟ هي اسمع يا أستاذ عمر، وصية جاسر بيه هي إن أنت تتجوز جوزته مدام روان النشاوي، وفي خلال إن أنتوا ما اتجوزتوش بعد العدة ما تخلص على طول، إن الوصية ما تنفذتش. ومعنى إن الوصية ما تتنفذش معناها إن كل الأملاك بتاعته هتكون باسم ابنه، بس أنت اللي واصى عليه، مدام روان ملهاش الحق إن هي تتدخل في أي حاجة بخصوص عمر الصغير، وكمان ملهاش أي ورث، يعني أي ورث ملهاش. أما في حالة إتمام الوصية بعد وفاته، ساعتها بس تقدروا إن أنتوا الاتنين تكونوا وصيين على عمر، وهي تقدر تستلم حقها الشرعي من الميراث، والباقي يفضل لعمر ابنه. انا مش هنفذ الوصية دي يا متر مهما كانت تمها. بصي يا مدام، انت قدامك لسه شهور العدة، فكري قراري براحتك، بس الوصية ما نفذتش، انا اقدر اقولك ان انت هتفقد السيطرة على وصية ابنك، وكمان مشيلك حق الميراث في جوزك الراحل جاسر بيه. علشان كده فكري براحتك، انا هستأذن ومستني قراركم بعد ما العدة تخلص. واستأذن الأستاذ رؤوف وخرج، وطلب عمر من والدته فتحية إن هي تسيبه مع روان لوحدها. وأول ما خرج بدأ يتكلم بصوت هادي رغم إنه كان غضبان من كل حاجة حصلت النهاردة، وقال: وصية أخويا لازم تتنفذ، وصية جاسر لازم تتنفذ يا روان. اتعصبت روان، حاولت تداري عصبيتها ورا الحزن اللي باين على وشها، واتكلمت بدي وقالت: هو أنا مش هنفذ الوصية دي، أنا مش هتجوز تاني بعد جاسر مهما حصل، ولا هقدر أتخيل راجل مكانه في سريري، أنت فاهمني أكيد. يا بنت الناس افهمي، لا الوصية ما تنفذتش، أنت ملكيش حق في الميراث، وملكيش وصية على ابنك، وإحنا في بلد أرياف، معناها إن ساعة ما العدة تتم أنت لازم تمشي. تقدري تقوليلي أنا هبعت مصروف ولد أخوي، أو كمان ممكن آخده إذا المحامي رؤوف رفع دعوة لأن دي وصية، وهاخده، وساعتها أنا مضطر إن أنفذ وصية أخوي. أنا مش عايزك تخسري يا بنت الناس، فكري بعقلك، لسه قدامك شهور العدة، فكري وخدي القرار. أنا مش عايز أجي عليكي ولا أظلمك، بس معنى إنك ترفضي وصية أخوي معنى إنك بتسيبي نفسك من كل حاجة، وإنك كمان بتسيبي الحق في ابنك، وإنك مالكيش حقية الاختيار فيه. وأنا مش عايز أجي عليكي، بس في نفس الوقت عايزة أنفذ وصية أخوي. فكري بالهدوء وبعدين قرري. وهنا مشيت من قدامه وهو ما كانش قادر يتكلم، وكل ملامح وشه اتحولت للحزن، وهو ما يعرفش ليه أخوه وصى بكده. وبدأ يتكلم ويقول: ترى يا جاسر، وصيتك دي هدفها تحمي بيها ولدك ومرتك، ولا كنت عارف يا أخوي إني بحب مرتك؟ والله يا أخوي ما بإيدي، أنا بحبها من قبل حتى ما أنت تشوفها، كنت ناوي أخطبها، وكنت جاي أقول لكم إنها أخطب، فجأت بيك بتقول لأمك عليها وإنك هتخطبها. طول السنين دي بحاول أتعامل معاها على إنها أختي وبتعاملك دي، بس قلبي كل ليلة بفكر فيها، الجواز تسندي على أمل إن هي تنسهالي بأفعالها وأنانيتها، خلتني بنشد لحبيبتي وبفكر فيها. حقك عليا يا أخوي، آسف بس ما تلومنيش على قلبي اللي مش ملكي. يا ترى يا أخوي أنت فكرت في إيه؟ يا ترى لو أنت فعلا عرفت فكرت إن خنتك، والله عمرها ما حصل. أما فوق عند ساندي، كانت روحة جاية في أوضتها لحد ما رقم ثالث صاحبتها نور على تليفونها، مسكت تليفونها وقعدت وهي متغاظة ومتضايقة، وردت على ثالث صاحبتها وقالت: ألو يا ثالث، في حاجة؟ مالك يا بنتي بترد عليا كده ليه؟ في إيه يا ساندي؟ أول مرة ترد عليا كده. أنا كنت بكلمك علشان تشوفي هتيجي الحفلة ولا لأ، أنت قلت إن أنت هتيجي النهاردة، فكنت عايز اعرف انت هتيجي ولا لا، وبعدين لو هتيجي احنا هنضطر البيت لان الحفلة هتبقى للصبح، فكنت تقولي لجوزك. حفلة ايه دلوقتي يا سالي؟ انا في مصيبة، انا في كارثة. وبدأت تحكي لسالي موضوع الوصية، وبعد ما خلصت قالت: لو اتجوزها هيعرف السر ان انا مخبية عليه، وساعتها هتبقى كارثة كبيرة قوي، هتبقى كارثة، لا ده هتبقى مصيبة. ردت عليها صاحبتها باستغراب وقالت لها: كارثة ومصيبة وسر أنا مخبياه؟ ما تفهميني بالراحة يا ساندي،
أنا صديقتك، وأكيد لما أفهم بره هحاول أفكر في حل وأحاول أساعدك. الظاهر كده فعلا إني لازم أقولك على السر اللي مخبياه علشان تلاقي لي حل. بص يا ستي، أنا أول ما اتجوزت عمر ما كانش في دماغي موضوع الخلفة ده، بس بابا وماما الله يرحمهم فضلوا يزنوا عليا على موضوع الخلفة علشان عمر ما يفكرش يتجوز عليا ولا حتى فلوسه دي تروح لحد غيري. اقتنعت وقررت ان انا حتى بعد ما اخلف اجيب مربيه لاولادي زي ما اهلي كانوا بيعملوا معايا. المهم حاولت كتير ومفيش فايده. في الاخر قلت لعمر ان احنا نروح نكشف، ولما روحنا نكشف اكتشفت الكارثه ان انا ما بخلفش. عمر في الوقت ده ما كانش معايا عند الدكتور، وقتها اديت الدكتور 250,000 جنيه علشان يزور لي تحاليل واثباتات يثبت ان عمر هو اللي ما خلفش. وجيت وقلت له واخد التحاليل بتاعته والاشاعات ولف بيها على دكاتره، والكل كان بيقوله ان هو ما بيخلفش، بس دلوقتي لو اتجوز اكيد هيعرف انه سليم، وبالذات ان مراته مخلفه قبل كده، وساعتها هيطردني اشد طرد. بصي انت دلوقتي لو حاولتي تبعدي موضوع الجوازه جوزك هيشك فيكي، فانت تحاولي ان انت تهدي خالص الفتره دي وتحاولي تسيبيهم يتجوزوا، او يمكن الموضوع يتم بالرفض. المهم لو اتجوزوا انت تحاولي ترشي خدامه من اللي عندك في القصر، وتديها شريط حبوب منع الحمل، وتنبهها عليها كل يوم تحط اللي اسمها روان دي حبايه لحد ما تحاولي انت تتخلصي منها. المهم حاولي تتقربي من جوزك يا فالحه وتكتبيه في صفك، علشان حتى لو حصل حمل تتهميها بالخيانه، ما هو معاه تحاليل واشاعات تثبت ان هو ما بيخلفش، فعلشان كده حاولي تتقربي منه. احاول اقرب منه؟ ده مليان نهائي ان اطلع الجناح بتاعه خالص. انا هحاول وهسمع كلامك وكل اللي قلتيه وربنا يسترها. اما فوق طلعت منهاره روان وهي بتعيط. اول ما منار والدتها شافتها اتصدمت من منظرها وراحت قعدت جنبها بخوف عليها وبقلق، وقالت لها مالك يا روان يا بنتي، فيكي ايه؟ ايه اللي حصل تحت؟ وايه اللي مخليكي طالعه منهاره كده؟ اهدي وفهميني بالراحه، في ايه؟ بدأت روان وهي بتعيط ومنهارة جدا وتحكي لوالدتها كل حاجة حصلت، وإن هي دلوقتي مضطرة تتجوز عمر. كانت بتبكي وبتحكي لها على وصية جاسر، وبعد ما خلصت قالت أنا مش مصدقة يا ماما، مش مصدقة إن جاسر يعمل فيكي كده ويجبرني إني أتجوز أخوه، إلا هخسر عمر ووصية عمر للأبد. أنا مش مصدقة، هو إزاي هان عليه يعمل فيا كده؟ كانت الأم بتسمع كل الكلام بتركيز، بتسمع كل حاجة حصلت. وبعدها اتكلمت بهدوء وقالت اسمعيني يا بنتي، انا حاسة ان جاسر عمل كده لسبب كبير قوي. اول حاجة انه ما يسيبكيش في الدنيا دي لوحدك، ثانيا علشان محدش يتكلم عليكي لو قعدت في القصر هنا مع ابنك، ثالثا بقى انت لسه صغيرة ومش هتدفني روحك، انت لسه حتى ما كملتيش 25 سنة، مش معقول تدفني روحك كده وتعيشي طول عمرك كده، وأظن من حقك إنك تتجوزي، وأكتر واحد مناسب ليكي هو عم ابن جوزك، عم ابنك، إيه اللي هيخلي باله من ابنك وهيكون أب ليه؟ أنا واثقة إن جاسي كان بيفكر في ده كله، علشان كده كتب الوصية، إنت من حقك تعيشي وتعيشي الحياة اللي إنت مشبعتيش منها، إنت معدتيش غير 2 سنين متجوزة، ولسه ما كملتيش 25 سنة، يعني في عز شبابك، ده في بنات في سنك لسه ما اتجوزوش. ليه تدفني روحك وترهبري نفسك وتحرمي ابنك من حنان الأب وتحرمي نفسك من حضن الزوج؟ انت يا ماما اللي بتقولي كده، ما انت قعدتي بعد موت بابا وياما ناس كانوا بيتقدمولك وبترفضي، وكان من حقك تتجوزي، انت كان برضو لسه عندك 38 سنة بس مش كبيرة. ابوكي مات وانت عندك 18 سنة، يعني قعدت 19 سنة متجوزاه وعايشة في نعيم، وحتى لو قعدت بس سنة معاه كنت هرفض الجواز. مش معنى ان انا بقلل من حبك لجاسر، لا، بس ما كانش في حد هيحبك ولا حد هيهتم بيك ولا هيرضى بيك، وبالذات ان مفيش عم من امامك موجودين ولا كانوا تقدمولي للجواز. وبعدين يا بنتي انا بقولك كده علشان مصلحة ابنك، انت ابنك دلوقتي محتاج لأب وانت محتاجة لجوز، انت لسه مصغيرة وده وصية واحد لازم تنفذيها، أنا من رأيي نفذي الوصية. عدت الأيام وشهور العدة كانت قربت تخلص، وكانت في الوقت ده بتفكر روان في كل كلمة
والدتها قالتها، وقررت قبل ما خلاص كام يوم والعدة تخلص تنزل تتكلم مع عمر، وكانت قاعدة متوترة مش عارفة تقول له ايه. عمر لاحظ ده وحاول يهديها وقال لها، اهدي يا روان. في ايه؟ انت عايزة تتكلمي بخصوص الوصية؟ لو عايزة تتكلمي بخصوصها اتكلمي، انا سامعك. بصراحة يا عمر انا فكرت كتير جدا وموافقة ان انفذ الوصية علشان خاطر بس ما اخسرش الوصاية على ابني، وان انا ما يكونش من حقي ان اكون الوصي عليه، بس انا ليا طلب وبتمنى ان انت تتقبله. انا بصراحة موضوع جوازنا ده مش متقبلاه تقبيل كلي، علشان كده بطلب منك ان جوازنا يكون على الورق لفترة او يكون على طول، لان بصراحة مش حابة موضوع الجواز نهائي بعد جاسر الله يرحمه. جاسر اتضايق منها جدا بسبب كلامها الجارح لرجولته ولكرامته، وما كانش عاوز يبين لها وجعه بسبب حبه ليها. حاول يتماسك قدامها هو يقول لها، انا ملمس حرمة غصب عنيها. حاضر يا مرت اخويا، كل اللي انت عايزاه هيبقى تحت امرك، بس محدش من الجسر ولا حتى امك يعرف الكلامك دي. انت هتعيشي فوق في الجناح الخاص بتاعي انت وعمر، هعمل لعمر اوضه وليك اوضه، بس محدش يعرف ان انا وانتي مش هنجرب من بعض. لكل يكون فاهم ان الجواز عادي خالص، اللي بيني وبينك ما يطلعش بره، مفهوم؟ تمام، ما تخافش، اللي بيننا عمره ما هيطلع بره عن اذنك. وعدت الايام ويتجوزوا، وبعد اسبوع من فرحهم كان في الارض قربت خدامه اسمها فاطمه من العمدة عمر. وعمر اول ما شافها استغرب وقال لها، ايه اللي جابك الارض يا فاطمه؟ امي جرالها حاجه ولا حد من البيت جراله حاجه؟ لا يا سعاده البيت، كلهم بخير، والست الحاجه كمان بخير، بس اصلي يا سعاده البيت في موضوعك ده كنت عايزه اكلمك فيه. هو بصراحه خايفه اكلمك فيه، بس لازم يا سعاده البيت اقول بصراحه دي يوم دخلتك على الست روان، ست ساندي اجاتلي هو ادتني شريط حبوب وطلبت مني ان احط حباية كل يوم للست روان في اي عصير اشربه له. بصراحة انا رفضت، بس هي حددتني ان هي هتطردني وتتهمني في السرقة، فاخدت منها الحبوب وعملت اني موافقة، وعلشان هي ركبتني اول يوم حطيت حباية، وبعدين عملت شيرس على اسم الدواء وبحثت عليه، وبعدين اكتشفت انه دواء حبوب منع الحمل مستورد يا سعادة البيت. بصراحة خفت أقدم منه الست روان تاني يحصل حاجة لا قدر الله بسببي، بس برضه خفت من ست ساندي، علشانك دي أنا بطلت أحطلها الحبوب، بس خفت يا ست ساندي تعرف إني بطلت أحط يعني لما يحصل حمل وكده، علشانك دي جيت أقولك علشان إنت اللي تحل الموضوع، لأني خايفة من ست ساندي وبرضه خايفة على ست روان ومش عارفة أعمل إيه. وهنا حاول على قد ما يقدر عمر انه ما يبينش غضبه قدام الخدامه الغلبانه اللي ملهاش ذنب في اي حاجه، وقال، طب روحي يا فاطمه دلوقتي، والكلام اللي قلتيه ده محدش يعرفه، والحبوب دي ارميها انا مش عايزها، والكلام ده ما يطلعش برانا وانا هتصرف. وهنا روح البيت وهو متعصب جدا بعد ساعتين، واول ما روح طلع على اوضتها مسك ساندي من شهرها، كانت قاعده عماله تتصفح في النت على قطم الماس تشتريها وفساتين. أول ما شاف كده رمى التليفون في الأرض كسره ومسكها من شعرها، وهو بيقول بغضب، انت كده ليه؟ هزيتك ليه؟ علشان تعملي فيا كده؟ اوعى تكوني فاكرك ان انت هتقولي بحبك او تعملي نفسك انت مش عارفه انت عملت ايه. لا انت عارفه، انا لسه جاي من عند الدكتور النصاب اللي ما ينفعش يكون دكتور، اللي باع مهنته بربع مليون ليكي، وزور تحاليل علشان يثبت اني ما بخلفش، ومهما الف هيكون قدام الدكاتره اني عاجز وما بخلفش، علشان حضرتك مش حد يكتشف فعلتك وان انت اللي ما بتخلفيش. عملت ده كله ليه؟ عارفه ليه؟ علشان الفلوس، حرمتيني من اجمل احساس في الدنيا وهو ان يكون عندي طفل يقول لي يا بابا، وفي الاخر لما ربنا يريد اني اتجوز تاني تحط حبوب للست اللي هتجوزها علشان ما خلفش. كل ده علشان الفلوس، علشان تفضلي مكوشة على فلوسي وعلى تعبي وشقايا. بس لا، انا خلاص قرفت منك ومن حياتك اللي كلها حياة 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 وما بتديش فيها بسبب انانيتك وطمع. انت طالق واحمدي ربنا اني وعدت ابوك اني احافظ عليكي،
وإلا كنت دفنتك حية، لولا إني بس عاوز أنفذ الوعد ده. أنت طالق بالتلاتة ومش هتطلعي غير بالفستان اللي عليكي، كفاية قوي المصاريف اللي صرفتها عليكي. وفعلا طلقها، وحاول في الوقت ده إنه يقرب من اللي سرقت قلبه من أول لحظة. حاول يقرب من مراته وحبيبته، حاول يقرب من روان، طلب منها لما تحس إن هي متقبلاه تجيله وتطلب منه القرب، لأنه هو هيستناها لو إيه اللي حصل. وفعلا قررت إن هي تقرب منه وراحت له أوضته وهي لابسة قميص نوم مثير جدا. أول ما شافها انصحر بجمالها، قرب منها وقال لها بعشق: القمر ده حاسس إن قلبي هيقف من كتر ما أنا شايفك كده، شبه القمر، كل حاجة فيكي حلوة، كل حاجة فيكي شداني، حتى ضحكتك، ابتسامتك، شكلك اللي زي القمر ده. انت قلتيلي الوقت اللي احس ان انا مستعدة ان اكون زوجة ليك اجيلك، وانا دلوقتي بقولك انا مستعدة اكون زوجة ليك، لان اكتشفت ان انا بحبك جدا، بحبك، وانا كمان بحبك اوي، بحبك. وبدأ هما الاتنين يسرحوا في بحر عشقهم، وهو قرر يبدأ معها من جديد وما يعترفهاش نهائي بالحب اللي كان بيكنهولها من زمان، علشان ما تظنش فيه ايه ان هو بصلها بصة كده او كده مع وهي زوجة اخوه. حب يبدأ من جديد وينسى كل الماضي. ولحد هنا يا احلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت قصتنا. قصتنا النهارده هي بتحكي عن واقع، ايوه بيحصل في الواقع، بيحصل ان لما الاخ يموت زوجة الاخ تتجوز الاخ الكبير او الاصغر منه علشان الولاد، وبيحصل ان الاخ هو اللي بيطلب من اخوه كده، وبيحصل ان في ناس انانية ممكن تفضل سعادتها على اي حاجة، سواء سعادتهم في الحب او في المال على اي حد. يعني ساندي فضلت سعادتها وعشاها للمال على ان هي تجرح راجل وتبينه ان هو ما بخلفش، مع انه نفسه انه يكون اب. فاما بطلتنا فحبيبها ضحى بحبه علشان بس تعيش سعيدة ومش تتألم بعد فراقه. في ناس بيستولوا على الحب وبأنانية ويكونوا أنانيين، وفي ناس بيضحوا علشان اللي بيحبوهم يكونوا عايشين في سعادة. بتمنى تكونوا من النوع التاني اللي يضحي علشان اللي بتحبوهم، مش اللي يستولى عليهم ويكحرهم وعاوز ياخدهم ليه، علشان الدنيا مش مستاهلة. لو ضحيت بسعادة علشان اللي بتحبه هيجي في يوم ويفتكرك بالخير. أفضل حاجة إن يفتكرك اللي بيحبك، يفتكرك بالأفعال الحلوة مش بالمشينة، يفضل في ذكرى حلوة بينكم. بتمنى تكونوا فهمتوا القصة، وبتمنى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم بصحة وعافية.